سوريا من قلب العروبة النابض لأول أتباع الولي الفقيه، فكيف بدأت إيران مشروعها التوسعي للسيطرة على سوريا؟ بعد انقلابه العسكري عام 1970، ومن أجل أن يتخطى مادة في الدستور السوري تنص على أن الرئيس يجب أن يكون مسلماً، سعى حافظ الأسد الذي ينتمي للطائفة العلوية لاستصدار فتوى دينية لنسب نفسه وطائفته للإسلام. ومن أجل ذلك أصدر رجل الدين الشيعي حسن الشيرازي عام 1972 فتوى شيعية من شأنها اعتبار العلويين جزءاً من الشيعة الجعفرية مقابل منح اللجوء إلى سوريا ودعم حافظ الأسد له ولأتباعه، الأمر الذي مكن حافظ الأسد من اعتلاء كرسي الرئاسة وأتاح لحسن الشيرازي إنشاء أول حوزة شيعية في سوريا في السيدة زينب عام 1975، والتي أصبحت لاحقاً الحوزة الزينبية. ومن خلال مرجعيات شيعية إيرانية وعراقية عززت إيران من تغلغلها في سوريا، وافتتحت جمعية المرتضى الإسلامية عام 1981 كأول مؤسسة تبشيرية شيعية في سوريا، ليترأسها جميل الأسد شقيق حافظ الأسد الذي أطلق على نفسه لقب الإمام المرتضى. أسس جميل الأسد عشرات الحوزات الشيعية في سوريا معظمها في مدينتي اللاذقية وطرطوس، وجمع آلاف الأتباع من البسطاء والمنتفعين لتشهد سوريا نشاطاً غير مسبوق لنشر التشيع فيها، وصل إلى درعا والجزيرة والقامشلي والمناطق القبلية في حمص وحماة. بعد تنامي نفوذها ونفوذ أخيه الإمام المرتضى، حل حافظ الأسد عام 1983 جمعية المرتضى الإيرانية، ليتحول بعد ذلك أتباعها لقطاع طرق وعصابات عرفوا لاحقاً بالشبيحة. ومن أجل دعمه ب200 مليون دولار على شكل نفط خام و5 ملايين طن من النفط بأسعار مخفضة و5 مليارات دولار كقروض، وقف حافظ الأسد إلى جانب إيران في حربها مع العراق، فأغلق خط أنابيب النفط العراقي، وساعد الإيرانيين في تأمين صواريخ سكود وتدريب كوادرهم على استخدامها، الأمر الذي وطد العلاقة بين النظامين في ثمانينيات القرن الماضي. ومع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990 ترسخت العلاقة أكثر فأكثر بين النظامين بعد اتفاق هاشم رفسنجاني وحافظ الأسد على وضع أتباعهما في لبنان حركة أمل وحزب الله في خدمة مصالح إيران وسوريا. تطور العلاقات السورية الإيرانية أعاد حركة التبشير الشيعي إلى سوريا لتبلغ ذروتها عام 1991 عقب انتفاضة الجنوب في العراق وقدوم أعداد كبيرة من العراقيين معظمهم من النشطاء الشيعة واستيطانهم في حيي الأمين والسيدة زينب في دمشق، ليرتفع عدد المقامات الشيعية في سوريا من 3 مقامات وحوزة واحدة قبل استيلاء حافظ الأسد على السلطة إلى 46 حوزة في الساحل السوري و15 حوزة في دمشق وريفها حتى وفاته عام 2000، ولتفتح وفاته الباب على مصراعيه أمام إيران لتحكم سيطرتها على سوريا بعد توريثه الحكم لابنه الضعيف وعديم الخبرة بشار الأسد.